فكرة التطبيق مبنية على استخدام البيانات المفتوحة للوظائف المتاحة على أن تشمل الوظائف الدائمة والوظائف المؤقتة وحتى الوظائف بدوام جزئي. نحن عازمون على المضي في التطبيق قبل توفر جميع البيانات لكي يخدم الباحثين عن عمل في أسرع وقت، حيث أن رؤيتنا هي خدمة المجتمع العماني، فإن جميع برامجنا مفتوحة المصدر.